الرئيس السيسي يؤكد الحرص على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع الهند في شتى المجالات. غوتيريش يؤكد أن أفريقيا تحتاج إلى أكثر من 200 مليار دولار لمكافحة كورونا. بوتين وماكرون يبحثان احتمال عقد اجتماع للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن. منتصف الليل في القاهرة العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من إكسترا نيوز. أهلا بكم، والبداية مع باسم طبعاً. أهلا بك باسم. أهلا بك همام، شكرا لك. أهلا بكم مشاهدينا. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع الهند في شتى المجالات، لا سيما على المستوى الاقتصادي. جاء ذلك خلال اتصال تلقاه الرئيس السيسي من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي. وأشار السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاتصال تناول تبادل الرؤى حول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مجالات الصحة والبحث العلمي والتكنولوجيا وجهود البلدين لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد. وأضاف راضي أنه تم التوافق حول التنسيق المشترك في المجالات ذات الصلة بمكافحة انتشار الفيروس من خلال تبادل الخبرات الناجحة والتواصل بين الأجهزة. من جانبه ثمن رئيس الوزراء الهندي ما حققته مصر خلال السنوات الماضية على الصعيد الداخلي من إنجازات في مجالات الأمن والاستقرار والتنمية. أعلنت وزارة الصحة ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 646 حالة وخروجهم من مستشفيات العزل والحجر الصحي. وأشار خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة إلى ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتيجة تحاليلها من إيجابية إلى سلبية إلى 891 حالة، بينما تم تسجيل 171 حالة إيجابية جديدة وتسع حالات وفاة. تماشياً مع تكثيف أعمال التطهير التي تقوم بها القوات المسلحة بمحافظات الجمهورية كافة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كل الإجراءات الوقائية، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي بمحافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط. القوات المسلحة المصرية، الحصن والسند. تماشياً مع تكثيف أعمال التطهير التي تقوم بها القوات المسلحة بكافة محافظات الجمهورية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستكمالاً لخطة القيادة العامة للقوات المسلحة لتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية، صدرت الأوامر للإدارات التخصصية بتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم الوقائي لكل من موقف زهراء مدينة نصر بالحي العاشر وموقف عزبة الهجانة وكوبري الجيش وعدد من الشوارع المحيطة بهما والتي يتردد عليهما أعداد كبيرة من المواطنين على مدار اليوم، وذلك أثناء التوقيت الذي ينفذ فيه تطبيق حظر التجوال لعدم تعطيل حركة المرور ومصالح المواطنين. حيث تم الدفع بعربات التعقيم والتطهير المتحركة وأطقم التطهير المحمولة للقيام بالأعمال الوقائية لكافة الطرق والممرات والحوائط من خلال الأطقم الفنية ذات الخبرة والتي تنفذ كافة المهام الموكلة إليها بشكل احترافي وبروح معنوية عالية، بما يعكس الوعي الكامل لأهمية المرحلة وما تتطلبه من تضافر الجهود للحد من انتشار الفيروس. وفي سياق متصل، قام الجيش الثاني الميداني بتكثيف إجراءات التطهير والتعقيم لعدد من المنشآت والمرافق الحيوية والمصالح الحكومية والمجمعات الخدمية والمتنزهات العامة، بالإضافة إلى الشوارع الرئيسية
والتي تشهد تردد أعداد كبيرة من المواطنين عليها على مدار اليوم. كما تضمنت الإجراءات الوقائية في محافظة الإسماعيلية القيام بأعمال التطهير لمحطة السكة الحديد ومستشفى الحميات ومستشفى الصدر والمستشفى الجامعي، كذلك المستشفى العام ومستشفى الحميات ببورسعيد، فضلاً عن تعقيم وتطهير مستشفى الصدر ومستشفى الحميات بدمياط، حيث تم تنفيذ الإجراءات الوقائية باستخدام المعدات المتطورة ذات معايير الجودة العالمية والتي تضمن العمل على أكبر مساحات ممكنة في أسرع وقت وبكفاءة عالية لتغطية كافة الأماكن المطلوب تطهيرها، بما يوفر المناخ الآمن والصحي للمواطنين. يأتي ذلك في إطار تقديم القوات المسلحة لكافة إمكاناتها لمعاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس كورونا المستجد، بما يكفل سلامة ووقاية أبناء الشعب المصري العظيم. تستمر وزارة الداخلية في تنفيذ مبادرة كلنا واحد، حيث تقوم بتوزيع مساعدات عينية في القرى والأحياء الأشد احتياجا للتخفيف على المواطنين. دائما ما تساهم وزارة الداخلية في رفع الأعباء عن كاهل المواطنين وتنمية المجتمع، تزامنا مع أداء واجبها في حفظ الأمن وبسط الاستقرار في ربوع الوطن. مساهمات اجتماعية متنوعة تقوم بها الوزارة، تتجلى إحداها هنا من خلال توزيع مساعدات عينية على المواطنين في عدد من الأحياء والقرى الأشد احتياجا بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وهي مساعدات تأتي تحت مظلة مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية. كلنا واحد وكل شعب واحد. لا الصراحة احنا احساسنا ان احنا مبسوطين جدا جدا، كلنا مبسوطين، اللي هو خايف علينا، خايف علينا وخايف على الشعب. احنا كلنا فعلا واحد، يعني الكلمة مش غريبة، الكلمة دي هي اتبنت عليها مصر وهتعيش عليها مصر. وعند توزيع المساعدات حرصت الوزارة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة وصحة المواطنين، وبما يتوافق مع ما تتخذه الدولة من إجراءات لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، حيث تم مراعاة مسافات الأمان بين المواطنين وارتداء كمامات طبية حرصاً على سلامة الجميع. أوجه كل الشكر لكل من ساهم في هذه المبادرة الجميلة. تضم العبوات سلع أساسية أعدتها منظومة أمان للمنتجات الغذائية التابعة لوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن بما يلبي احتياجات المواطنين. سيارات محملة بتلك العبوات توجهت إلى القرى والأحياء بمناطق مختلفة على مستوى الجمهورية بهدف توزيع المساعدات العينية على المواطنين بمنازلهم لضمان استفادة أعداد كبيرة من المواطنين في تلك المناطق من هذه المبادرة، والتي ترسخ لمبدأ التكافل الاجتماعي وتسعى للتخفيف عن كاهل المواطنين في تلك المرحلة التي تتطلب تكاتف الجميع لمواجهة خطر انتشار فيروس كورونا. كما أطلق رجال الشرطة مبادرات شخصية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، حيث قام عدد من الضباط بقطاعات وزارة الداخلية بإعداد عبوات بداخلها السلع الأساسية وتوزيعها على المواطنين في المناطق الأكثر احتياجاً في لفتة إنسانية تؤكد على مدى التلاحم بين رجال الشرطة والمواطنين وتخفيف بعضاً من أعباء يتحملها المواطن، بخاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك واحتياجه إلى توفير سلع أساسية قد لا يستطيع توفيرها. من هنا تأتي أهمية تلك المبادرة، مبادرة كلنا واحد، لتؤكد على التلاحم والتكافل بين أبناء هذا الوطن.
أكد دكتور علاء حشيش مسؤول الأمراض المعدية بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر أن مصر تشارك 90 دولة أخرى في إجراء تجارب كلينيكية لتسريع وتيرة الأبحاث القائمة من أجل التوصل لعلاج لفيروس كورونا. وفي لقاء خاص مع إكسترا نيوز أكد حشيش أنه لا يوجد حتى الآن دواء أو عقار طبي يمنع الإصابة بالفيروس. في علاجات قديمة ثبت مأمونيتها في استخدامها على البشر لأمراض زي الملاريا أو مضادات حيوية أو علاج للإيدز، أريد بتستخدم في المجتمع عادي على مستوى العالم لعلاج أمراض أخرى، فملهاش مشكلة أنها تتاخد للأشخاص لأن هي ما بتضرش، هي بتعالج أمراض تانية وثبت أنها بتقلل من نشاط الفيروس، بس هي مش علاج فعال 100% أو علاج مخصص 100% للكورونا. حاليا في تجربة سولاريتي ترايل على مستوى العالم، مصر مشتركة فيها، لاختبار مجموعة من الأدوية اللي إن شاء الله مع التعاون بين حوالي 90 دولة على مستوى العالم نوصل لعلاج ونسرع وتيرة البحث بحيث نحن نوصل لعلاج قريب، بس حتى الآن ما فيش علاج فعال 100% للقضاء على الكورونا. نشر المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء عددا من الحقائق حول فيروس كورونا، نتابعها في سياق العرض التالي. بعث مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولجميع المواطنين المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد. بهذه المناسبة قدم رئيس الوزراء أخلص التهاني القلبية لقداسة البابا والتمنيات بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على قداسته وعلى جميع المواطنين المسيحيين بموفور الصحة والسداد وعلى مصرنا الحبيبة بالمزيد من التقدم والرقي والازدهار وأن تزداد أواصر المحبة والسلام بين أبناء الوطن جميعا كي تنعم مصر بالأمن والأمان والاستقرار. هذا وبعث محمود توفيق وزير الداخلية برقية تهنئة لقداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة ممثلة لكل من الأنبا إبراهيم إسحاق صدراك بطريرك طائفة الأقباط الكاثوليك والقس أندريا زكي رئيس الطائفة الأنجيلية، كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة لرجال الشرطة من القيادات والضباط والعاملين المدنيين والأمناء والمساعدين والمندوبين ومعاون الأمن والجنود والخفراء والمجندين وذلك بمناسبة عيد القيامة. كما يترأس قداسة البابا تودروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اليوم السبت قداس عيد القيامة المجيد بدير الأنبا بشوي بوادي النطرون. كان البابا تودروس الثاني ترأس صلوات الجمعة العظمى وذلك بدير الأنبا بشوي من دون حضور شعبي. تقيم رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالها الرسمي بمناسبة عيد القيامة المجيد اليوم السبت بالكنيسة الإنجيلية بمصر الجديدة، وسيقتصر الاحتفال على عدد محدود للغاية من قيادات الطائفة دون حضور شعبي وذلك بناء على توجيهات رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر.
هذا ومن المقرر أن يلقي القس إندريا زكي رئيس الطائفة الإنجليزية بمصر كلمة في نهاية الاحتفال. حث السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريتش الدائنين على تجميد سداد الديون لجميع الدول النامية وليس فقط الدول الأشد فقراً، محذراً من أن دولاً كثيرة تواجه صعوبة في الوفاء بسداد الديون بسبب الركود العالمي الناجم عن فيروس كورونا. وقال غوتيريتش إن القارة بحاجة إلى أكثر من 200 مليار دولار لمواجهة الوباء وتخفيف أثاره الاقتصادية. ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن عدد المصابين بكورونا في العالم يتجاوز 2,200,000 شخص. هذا وتخطى عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في العالم حاجز 150,000، وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية الدول التي سجلت أعلى عدد في الإصابات والوفيات، تليها إسبانيا في المرتبة الثانية، وجاءت إيطاليا بالمرتبة الثالثة. ارتفع العدد اليومي للوفيات بسبب فيروس كورونا في إسبانيا إلى 585، هذا وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة في إسبانيا أيضا لأكثر من 188,000، في حين تجاوز عدد الوفيات 19,000. أعلنت السلطات الصحية في فرنسا تسجيل 761 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، وأضافت الصحة الفرنسية أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس تجاوزت 18,000، مع احتساب الوفيات في دور رعاية المسنين وغيرها من المرافق الصحية الاجتماعية. وفي إيطاليا أعلنت السلطات الصحية عن تسجيل 575 وفاة جديدة بفيروس كورونا في ارتفاع للمعدل اليومي مع تراجع وتيرة زيادة الإصابات بالمرض. وقال مدير مكتب الحماية المدنية الإيطالي إن إجمالي عدد المتوفين في إيطاليا جراء كورونا ارتفع إلى أكثر من 22,000 حالة، بينما تجاوزت الحصيلة الإجمالية للإصابات حاجز 172,000. وتشير هذه الأرقام إلى استقرار نسبي في حصيلة الوفيات والإصابات اليومية في البلاد على مدار 12 يوما، إلا أن انخفاض هذا المستوى توقف بشكل عام وسط خيبة آمال في البلاد التي تعيش حالة إغلاق كامل منذ 6 أسابيع. وفي بريطانيا ارتفعت حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا في المستشفيات إلى 847 وفاة، لتتجاوز الوفيات حاجز 14,000، وجرى فحص أكثر من 341,000 شخص حتى اليوم، وتبين إصابة أكثر من 108,000 منهم بالفيروس. أعلنت الرئاسة الروسية الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون أزمة فيروس كورونا. وأوضح الكرملين في بيانه أن الزعيمين بحث احتمال تنظيم اجتماع عمل عبر الفيديو كونفرنس لقادة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي لبحث جهود مواجهة تداعيات الفيروس. أعلنت وكالة الصحة العامة السويسرية أن إجمالي وفيات فيروس كورونا بلغ 1,059 حالة، وأضافت أن عدد الإصابات المؤكدة ارتفع إلى 27,078 حالة. هذا وتعتزم الحكومة السويسرية تخفيف إجراءات العزل العام تدريجيا بعد أن فرضتها للسيطرة على انتشار الفيروس. أعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل 126 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 1,769 حالة. وأوضحت الصحة التركية أنه تم تسجيل 4,353 إصابة جديدة بالفيروس، لتتجاوز حصيلة الإصابات المؤكدة بكورونا 78,000 من الإصابات حتى الآن. We'll be right back.
احتلت الولايات المتحدة المركز الأول في عدد الوفيات، حيث بلغ نحو 33 ألفاً وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز. وبحسب الجامعة التي تعتبر مرجعاً في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، توفي بالوباء 4491 شخصاً إضافياً في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة في رقم قياسي جديد. تصاعدت حدة الحرب الكلامية بين الولايات المتحدة والصين حول فيروس كورونا، حيث تصر واشنطن على أن بيجين أخفت معلومات مهمة حول الفيروس كانت من الممكن أن تسهم في تقليل عدد الضحايا عالمياً، في الوقت الذي ترفض بيجين هذه الاتهامات وتؤكد التزامها من البداية بمنهج المصارحة والشفافية. في الوقت الذي انشغلت فيه دول العالم بالحرب ضد عدو واحد وهو فيروس كورونا المستجد، انخرطت واشنطن وبكين في حرب جانبية حول نشأة هذا الفيروس. بداية النزاع الدبلوماسي بين البلدين بدأ عندما أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفظ الفيروس الصيني على عدوى كورونا المستجد، وهو ما أثار غضب الصين ورفضته بشكل قاطع. وزير الخارجية الصيني وانغ يي قرر نفي بلاده للمزاعم الأمريكية، مؤكداً أنه لا يوجد دليل على أن فيروس كورونا صنع في مختبرات صينية. نفي وزير الخارجية الصيني يأتي في أعقاب نشر شبكة CNN الأمريكية أخباراً تفيد أن أجهزة الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي تحقق في احتمالية تصنيع الفيروس داخل مختبر صيني وليس بأحد أسواق المأكولات البحرية. وفي خضم هذه الحرب، قررت واشنطن أن تشمل منظمة الصحة العالمية بانتقاداتها، حيث اتهمتها بارتكاب أخطاء كثيرة عندما اعتمدت على المعلومات الرسمية الصينية بشأن الفيروس دون إرسال محققين على الأرض، وانتهى المطاف بقطع التمويل الأمريكي السنوي عن المنظمة والبالغ 400 مليون دولار. وفي الوقت الذي تقول فيه واشنطن إن بكين أخفت في البداية درجة خطورة وانتشار الفيروس على أراضيها، ردت الصين بالتشكيك في كافة المعلومات الخاصة بحالة الوفيات والمصابين بالمرض داخل الولايات المتحدة. ومع الافتراضات الثابتة بأن فيروس كورونا سيغير العالم سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، يبدو أن الصراع الصيني الأمريكي في هذه الظروف الحرجة يمكن أن يضاعف من تأثيرات الفيروس في وقت تحتاج فيه البشرية إلى التكاتف لعبور هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ العالم.